باقي صغار، باقي صغار. الكبيرة عندها 50 أو 6 سنين. بون، باهم بحكم أنه الأم ديالهم بلغارية، فاختار أنه يمشي يستقر ببلغاريا، لأنه ما بقاش كيستحمل. جاتو ما اللي وقع باهم، صافي جاتو واحد الصدمة، فضل انه يدير بناتو لبلغاريا. والبنات كتعرف بنت ديال 6 سنين، الصغيرة ما كتفهمش، عندها عامين ولا هذا في 3 سنين. ولكن الكبيرة اللي عرفاتو وعشت معاه واحد الوقت وكان قريب ليها بزاف، واحد المرة دازت شي شهرين 3 شهور من الاعتقال ديالو، كانت سولاتني قالت لي فين جدي، شحال هادي ما شفتو. اضطريت نقول لها راه مسافر. كتقول لي كيفاش مسافر؟ السياره ديالو طوموبيلته هي كاينه في الكراج. كتقول لي مسافر، لا راه مشى في الطياره. كتسول عليه، كتبين ليها شي حاجه، ولكن بنيته صغار مثلا، باقي ما وحشوا على اي ناب. يمكنهم غير يكونوا مفتخرين بجدهم ان شاء الله. التاريخ واش غادي يكبروا وغادي يسمعوا الحمار غادي يعرفوا الحقيقه. كنظن بان هادي راسهم غيبقى عالي. لا هو في الولايات المتحده دابا ما جاش، باقي ما جاش. تلقاه بصدمة، ما طاقش. عنده خو في أمريكان، عنده خوتو في اسبانيا، ولاد خوتو في اسبانيا، عنده ولد خوه حسن الله يرحمه اللي عنده حتى هو فرنسي الجنسية. كاين خويا الاخر حتى هو عنده جنسية فرنسية، حتى هو مر الموقع هادشي صافي رجع بحالو لفرنسا. عندنا حتى عندنا العائلة حنا ملتي ناسيونال، فين ما مشيتي واقيلا في العالم ما تلقاش شي اثار ديال. وما كانش بغيتيهم يتلقاو الخبر، كي شنقولك اللي كتقول له. وهما غير الناس في المغرب اللي عرفوه عن قرب، اللي عرفوه هي مات كديرها الحسن تاعي معاه في السياسة وكذا. اللي باقين بعضهم اما كان عندهم مناصب اولا كانوا قراب من المناصب، فاش كتكلم معاهم كيقول لك راه بارس ما كنتيقش بها. تقول لي السيزيام في الحبس، ما كان واش انا كنحلم شنو واقع؟ تما كيفاش بغيتي الاخ ديالك فاش تعيط له تقول له راه خوك في الحبس، كيفاش بغيتي تلقاه بعوز؟ واش غادي يدير؟ واش بغيتو يدير كاع؟ عندك ما دير، هادشي اللي كيمكن لك غير تونكيسي وتقول الحمد لله وتزيد. هادي ما كان الحمد لله. واحد الضربه كانت قويه عند ناصر، ناصر كاف اسمع بقى فيه الحال بزاف عارفها. ولكن مع المدة مشينا زرناه قلنا له راه الحمد لله وزيد دي فاسون. شوف الوالد ديالي ما مشاش لانه نصاب ولا صداق، مشى على افكاره وعلى السياسه كلشي عارفها. وطبعا والله ما شنو بغيتي، اللهم تمشي مظلوم ولا تمشي ظالم. وشنو هذا بامبلوم ماشي ظالم، شنو المشكل؟ وهادشي واخا ابتدائي ستينا في النقد، لكن شي اكثر من النقد ما تغيرش الوضعية الحقيقة هادي. وكلشي كيقول انا ماشي صافي، بغيتي ندير ما عندي ما ندير، كان الحمد لله وكنزيدو. ما عندك ما دير. فكرتني في واحد هذا كان واحد فيهم عنده اللي كان عايش معاه هنا في المغرب، واللي كان معاه شريك معاه في ديك الشركه ديال الحافلات المشهوره النقل الدولي فعلا. هذا هو كان حيت عنده جوج جنسيات، الجنسيه الاسبانيه والجنسيه المغربيه. دونك عنده في المغرب عنده سميه مغربيه زيان، حمد زيان. وفي الاوراق ديال اسبانيا عنده خوسي لويس اندراديس كاريو. دونك ملي استقر في اسبانيا مور ما سالات ديك الشركة ديال الكيران وكدا، مشى استقر في فرنسا في اسبانيا 21 سنة، ما عادش دخل المغرب. راك عارف الواحد ما عادش الوراق ديالو، ما عادش الوراق ديال المغرب، الباسبور ولا كارت ناسيونال، نسى ديك الشيء فهمتي. نسيان صافي، عنده الوراق ديال اسبانيا كيتحرك بيه. دونك جا دخل وكان باغي يمشي يزورو، غير كان معاه ما عندوش الاسم كيطابق، ما عندوش الاسم ديالو في الباسبور الاسباني، ما قدرش يشوف خوه. وبالتالي شنو دار؟ بو حاول يشوفو، بقى واحد اليومين هنا حنا نلقاو شي حل.
قلبنا على ديك لان كنخلى الوراق ديالو لاكارت ناسيونال كنخليها في الرباط. وكان اخر مره كانت بيريمات في 2007 ولا شي حاجه بحال هكا واقيلا، وكنخليها عند الوالده. الوالده بقات كتقلب ما عارف فين دارتها، قلنا واخا نديو ربما نحاولوا نمشيو بها، واخا واخا اكسبيرينس نشوفوا نحاولوا نبرو بان فعلا راه خو، لان انا لا يهم في السجن الموظف راه كيتفهموا الحقيقه كيدا قال لك تكون لهم تبتي بان خو ما لقيناهاش ما تخمال كذا تكون ما عرفت فين مشات جا خصيصا باش يزور. ايوا تقريبا كان جا على شي عمل وفي نفس الوقت كان جا على الاساس كان دايره في راسو، ان توكا كان دايره في راسو على السوق. ايوا بقى واحد اليومين حاول سولنا شي اصدقاء ومع اداريين كيفهم في هادشي، قال لك صعيب محال. انا كنفكر قلنا صافي بلا ما نحرجوا الاداره والامور هذه، لان شي مرات كتخلق لهم حتى هما شي احراج. اللهم بالتالي عيطولو هو كيعيط ليا فواحد عندو الهاتف ديالي وديال الام ديالي ودير واحد الاخ ديالي كيتصل بينا جوج مرات في الاسبوع باش يقول لينا على الاخبار ديالو باش يطمئن يقول لينا بخير. انا فهاد الساعه راني باقي عايش، دابا انا مكلم فيها شي 10 دقائق لينا ثلاثه كيقسمها بيناتنا. انا هذا كيقول لك اذا جاي المره الجايه عافاك وانت عليا شهر الفطار اش كتصلح. ايوا ما عرفتش انا كي داير الماكله ديال الحبس، ولكن واش بغيتي ياكلو هي كل الماكله في السجن. اه كاينه، لان بعدا بان عندنا جوج افراد العائله في السجن ناكل كيفهموا مزيان في الحياه السجنيه. كاين واحد الحانوت ولكن بون الناصر اللي كاين الناصر اللي كاين بون الوالد ما كيتقداش منه بزاف على اللي في علمي، لانه غيطيب شو ما يعرفش. ناصر لا ناصر ناصر عاود ليا ولكن قال لي راه طلع ليا في راسي البيض والمطيشه والطول، ما نفس الشيء غادي يكون كاع. اما ود على لا قد حال عندهم الحق في العيد الكبير، عندهم الحق في واحد كميه ديال اللحم وديك الشيء باش كيكون في العيد الكبير وفي العيد الصغير ولكن ماشي كلشي. بحال مثلا الشكلاط ممنوع تدخلو، لان على ما فهمت لا ما فهمت يعني كانوا كيدخلوا فيه الحشيش وبالتالي ديك الشيء الشكلاط ما عندوش الحق في الشكلاط. ماكش تدخلوا للسجن كيتباع الدار في الحوت في الساعه وراه شمالي عزيز عليه الحوت كيوصلوا الحوت. وقيلا واحد المره شفنا الحوت يمكن في العيد الصغير يمكن على ما اتذكر، ولكن زعما دخل السجن ما عرفتش واش كياكل الحوت ولا كياكلش، ولكن عزيز عليه الحوت فعلا عزيز عليه. ماشي كل ماشي الحوت كله، واحد نوع ديال الحوت اللي ما فيهش الشوك. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.